يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اليهود هم وراء انحراف الخلق من النصارى والرافضة؟ نعم، هم شر الخلق في التضليل ويسعون في الأرض فسادا. الله جل وعلا قال ويسعون في الأرض فسادا، هذه صفتهم، يفسدون الخلق، يفسدونهم في الدين ويفسدونهم في الأخلاق، ينشرون فيهم الرذيلة والزنا ويفسدون عقائد الناس أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ لأنهم يريدون أن لا يبقى إلا اليهود، وأما غيرهم فيفسدون، يريدون أن يفسد أهل الأرض ولا يبقى إلا اليهود بزعمهم على الصلاح. نعم.